هلو جايز، كيف حالكم؟ قبل فترة عملت فيديو مع الشباب، هي لعبة جارتك، لعبة رسم، وانتو كتير حبيتوها، انصدمت الصراحة، فعشان هيك قررت اعمل لكم كمان جزء. اوكي طبعا هاي الشباب معي، هاي هلا والله، هاي زغلول اخوي. المرة الماضية ما عرفت تلعب لانه انجليزي، هاي المرة خليتك اللعبة عربي. صح، ما تتحجج زغلول. اوكي انا اول واحد، يلا هاي قاعد برسم، ركزوا. اوف، عمل شاشة سودا يا اخوان، ايش فيه؟ ايش هاد؟ لا بحاول اخوي، بتذكر كنت بتعرف ترسم انت، شو صار معك؟ جابها باش وحش صديقي، انا مش عارف وين التال مربوطه. فيك، يلا زغلول، يلا زغلول. زغلول ركز، لما تاكل منسى. لا لا لا، مش منسى، مش منسى والله. شو كده راس الخروف؟ صحيح صحيح، راس الخروف. يا زغلول ركز ركز يا زغلول. ماش دورك باش ترسم. يا اخوان الرسمة تاعتي جدا يعني مش منطقية صراحة. بنستخدمه كثير احنا. اوكي جبتها، بس هاي هي الرسمة. وحش اخوي، ايش هاي؟ ايش هاي؟ ورقة يا اخوي، ورقة ورقة، هاي ورقة، هاي ورقة، مستطيل مستطيل، اكتب عليها، اكتب عليها شعر، اكتب عليها اي فوتك. معروف عنك، معروف عنك. يلا يا طحان. ايش طحان؟ ما ضل وقت. يلا طحان، طبعا عشان تعرفوا المشاهدين انه بدرس اشي تلوين بالجامعة. تلوين بدرس فن، المفروض هو اكثر واحد بيعرف يرسم فيه، هذا هو تخصصي تلوين. اوكي واضحة وصريحة. صلي ساعة بكتب. ايش كله كلوز كلوز؟ ايش يعني؟ واحد يا اخوي واحد. الله اكبر، كيف كل هجامي اللي انا؟ زغلول فخور فيك اخوي. صراحة يا ابو الرب لازم تراجع نفسك. ضعيف ضعيف بالعربي. كيف كتبتها؟ شو اكتب؟ ضعيف جدا. ضعيف ضعيف. كيف استنى شوي، خروف بدون هذا. شو خروف؟ بدون مش الف. انا بعرف انه خروف مش خروف. اصدقائي اتمنى منكم تركزوا معي. استنى، لا 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 لا. ايه شكرا ابو الرب، والله زغلول صاير محترف. عيب عليك يا ستي، عيب. ايش هاد؟ بسيطة يا طحان. طحان يا اخي ركز يا طحان. ايش؟ يا زلمة بالله عليك. لا ايش هاد؟ سهلة. اخوي عرفناه يا اخوي، مش فجل، قريب على الفجل. بصل؟ ما جابها ما جابها طحان، طحان طلعت فاشل يا طحان. ليش بصل احمر؟ يلا زغلول، يلا يلا يلا، شوفوا الابداع. تفضل تفضل. وحش زغلول ملك الرسم. اوكي كيف 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 ابو الرب ركز. كيف اوكي بهديلكم اياها هاي. ركزوا معي يا اخوان، هسه هاي عندنا، هذه يا اخوان الشغله عندنا منها بالمكتب احنا، لو تطلعوا حواليكم عندنا منها.
شو؟ كيف؟ بس مش منطق يا اخوان، لا مش منطق، كيف صار هيك؟ شو كيف زغلول؟ زغلول عم تغش؟ شو كيف بدك ترسمها؟ شوف صديقي، هسا هي برضه اشي بيطلع منها بالعادة. ووو كيف كل حد عرف الا انا؟ كيف يعني؟ هاي بالصيف، بالصيف بتطلع حوا لونه ازرق. بالشتاء بتطلع حوا لونه وحش. يا اخي مين عم بغش؟ بس زغلول كيف صراحة مش منطق. هذا اسمه تلاصق ارواح. زغلول عم بتغش؟ عم بتغش؟ لا كيف عم بغش؟ كيف يعني؟ كيف عرفها بدون ترسم اصلا؟ ما بعرف. تخاطب اخوي تخاطب. ايش هالنابغه هذه اللي قاعدين نلعب معها؟ فجأة صار اذكى من اينشتاين فجأة. بكون بالعادة حوالي زغب هيك كثير. زغب؟ زغب ايش؟ شو زغب يعني؟ كيوي لا اشتمها، استنى اشتمها، بعرفها بالانجليزي. افتح لكم اياها من النص. استنى، واو جبتها جبتها. واو كوكونات كوكونات، اشتم بالعربي. افوكادو. طب ايش اعطيني اي هيك. شو اكتب اكثر من هيك صراحه مش عارف. وحش. هون ما عمري توقعت اني راح استخدم جوجل عشان اطلع كلمه بعرفها بالانجليزي مش بالعربي. طب اعطيني اياها بالانجليزي. كوكونات كوكونات يا اخوي. الحمد لله. اوه نو يا جماعه والله العظيم هسه كميه الغلب اللي حط. احكي وانت بترسم. يعني ساعدنا. بسم الله. اول شيء هو حيوان. اوكي. يعني زغلول من فصيلتك. اشكرك. ضفدع. اسد اكيد طلبه من فصيلتي. شباب وين حرف الدال؟ فيل. طيب وين بيطلع منها غصن؟ في غصن طالع. دودة القز يا اخوان، دودة القز واضحة وصريعة. بس يا كبير. كل حد عرفها. ابو الربيع واطي، انا بومي. شباب بلاش اتوتر. انا في منافسة، انا شايف العربي توجهنا مستوى اخر. ركزوا معي. اوكي. ايش هاد؟ هذا بني ادم. لحيه. هاي اسنانه. ركزوا، تعمل زي هيك وهيك. هاي كيف بمسكها بايده. واحد يعني مش فاهم انا عليك. هذا اسنان تمسك. سألوه شو هذا الزفت اللي رسمته؟ رسمها لحالها بدون هالاسنان. لا يا زغلول بالله عليك. وال شو لك غبي يا زلمة. هاد بني آدم. حلو يا اخوان، حلو حلو حلو. ركزوا معي. هسا هاي مهنة بالعادة، يعني مهنة. احمد كتب مهندس، انا كتبت يوتيوبر. برضه هو ترى يعني يعتبر من الاندستري الفنيه تاعتنا، يعني مش الاندستري الفنيه تاعتنا. هذا اشي هيك بنحط تمام على الارض. اتوقع لوح. مخيف. ووو يعني زي هي المهنه، زي بالضبط. اسم على مسمى، محمد بشهداني. ايش هو عم بيعمل هسه؟ انا زغلول. ايش؟ مساعد. مساعد. زغلول انت برا الفيديو. برا الفيديو. جبتها. جافة. اخ.
اوكي ايش هاي الرسمه؟ ايش هاي الرسمه؟ شو ساعد؟ اوه هبي اعرفها. ايش كان اسمه بالعربي؟ ماشي الحملة يا الحملة يا بريطاني انت. طبعا انا يا اخوان بهدي هذا الفوز لكل اهلي وحبايبي صراحة. احمد شثيم اوبجكت. اوكي يلا اخوان ركزوا معي، اخوان ركزوا معي. ليش هاد؟ عم بحاول. كيف هذا اوبجكت؟ بس هيك. ايوه كل حد جابها، كل حد جابها. اقسم بربي اني مبدع صراحه. جميله الرسمه صراحه، تدرس. لا لا كيف كيف شو اللي كيف؟ على فكره كثير واضحه. كيف واضحه؟ شو هاي مسجل؟ واش واضحه، مربع ودائره، شو بدها؟ ابداعك يا مش. نعمل الحركه طبعا دائما تاعتنا ان نلون الشاشه سودا، اهم شيء. الله اكبر. ركزوا يا اخوان، هسه هذا الاشي وين موجود؟ كيف؟ لا ما راح اشرح لك، بهدلوني. تمام؟ فاهمين على بعض؟ فاهمين على بعض احنا بهاي الشغلات. ماي مان، ماي مان. اخوي هاي عربي فصحى، مسدس. مسدس نعم. ايش بالله كتبته؟ فرد. اوكي يا اخوان. تفضل. ولا ابسط منها. واضحه وصريحه. تفاحه. مش تفاحه غريب. بس خلص مش حرصه بشي تاني. ايش هاد؟ اقول لك هاي واحد تاني. هذا واحد تاني. هذا واحد تاني جوا الواحد الاول. حلو. دغروا ايش فيه؟ وبنقدر نحط كمان واحد تالت. ايش هذا؟ نقدر نحط كمان واحد صغير. واو كيف ايش؟ بس صراحة واحد من عشرة زغلول. هاي واحد وهي الثاني. اسمع راح تعرف لما يوصل للثالث. صندوق ورا جدا سهلة. واحد اثنين جوا واحد. كافي اقسم ربي زغلول زغلول، كافي طرق افضل لك تشرح هذا الموضوع. كرتون. ايه اخ يلا بالرب فاجئني. ايوه مدام بني شجره. شجره ساق. الله اكبر اخبر سهله. ايش هاي؟ خشب. شكرا شكرا لكم صراحه. الشباب متحسن مستواها عن الفيديو الماضي صراحه. مستواها صراحه فرق فرق فرق. يا اخوان ركزوا معي كثير منيح. يلا. هاي مجموعه بشر، عائلة بشر. عندك واحد شرير راسه مربع. بحبه بزغلول انه برسم كل شيء الا الرسمه، يعني ما بضل شيء ما برسمه. معاه شيء بايده. حلو. رماها هون. هدول ماتوا. ايش هاي؟ وحشة بالرب. كتبتها عشر مرات. شو سهلة سهلة ماشي. شو ايش ايش الاشراب رموه على الكويسين. كيف ابو الربع عرفها؟ لانه غبي زيك. صح صح. لا لا اسمع، لا تحكي لا تحكي عن زغلول هيك. زغلول كثير ركز رسمته كانت واضحه. شكرا ابو الرب. رسم كل شيء. رمينا شيء. تفضل تفضل اخوي تفضل تفضل. سمك. سمك. بحاول. بتحاول ايش تعمل؟
اشرح لنا قصة هذول بني ادمين نطوا هون اشرح هاي مصطردم هذا سبونج بوب شو غير البطة ايش هذا يا احمد ايش هذا يا غبي قربته يلا قربته دك ايش هي دك بطة يا زغلول يا حمار ايش زغلول عم بكتب بطة بالتاء المربوطة بدل بالها ايش اوبجكت في بالها بطة صوص يا الله تأخذ فيها كثير ايه هاي ما احنا عارفين انه هاي هذا الاشي يطير ولا لا يطير يا وقباكم مش عارف ايه يا وقباكم بطة مربوطة لا 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 من مطر بطة بتكتب هيك بطة خلوا اكتبوا لنا بالكومنتات كيف تكتب بطة طيب اوكي شو عم برسم طحان واضحة وصريحة هاي يعني جدا سهلة معقول شو شنطة طبعا بكتب شنطة صح كمل هي نفس الشنطة بس بالعربي الفصحى ايش هي زغلول ايش شنطاية اذا بتفتحها بتلاقي جواتها كلام محاية برا ايش مسطرة انا المشكلة ثقافة انجليزي باق صحيح باك حقيبة باك اوكي اخوان ركزوا معي انا هسه بدي ارسم رسمات طريقة زغلول هات بني لا ادم لا بالله عليك لا اخوي لا عليك هات بني ادم تمام كان عم بيمشي اتزحلق لا ما اتزحلق لقى اشي قدامه مستطيل هذا المستطيل ما راح اشرح كثير لانه راح تبين ايش هو المستطيل سهله هذا الشخص كمان يقول قصه روح لك وجهك يا زلمه مسخ وجهك روح انقلع يا زلمه مسخ دمك عم بشرح لكم قصص زغلول هيك مرسوم عندنا هاي زغلول حبيبي استنى اخرص هاي يا الله زغلول هون في بني ادم بسوق عجل مقود انا هو ماشي على هذا الشارع الشارع مش بالسياره اصلا في عندنا ايش 1 2 3 ايش اسمها هاي اوكي ايش بكتب اشاره ضوئيه بكتب لي كلوز اللون اوكي الالوان يمكن عشان تفهموا اكثر هون احمر هون اصفر هون اخضر طلعوا الرسم الزفت اللي قاعد بطلع الرسم اضروا له في عمل الفني الخرائي طب كيف عرفت يا ابو الروبز عمل خرائي في عندك هنا مخ مبدع اشكرك هسه انا عارف يا اخوان انها اشاره عم بيقول لي انها كلوز يا حمار اشاره ايش إشارة وقوع برون فوزت أنا الأخير شكرا لكم على الفيديو بدكم كمان اكتبوا في التعليق باي طيب عندنا بني آدم